هذه قصرية ديال النافورة. فكما كتلاحظوا كاين البائعة كتوري السيد التليفونات، لاحظوا معنا مزيان الشكل ديال هذا السيد هذا، غادي تشوفوا اشنو غادي يدير. هو دخل السيدة مني مسكينة كتبيع وتشري، هو داير راسو كيهضر في التليفون دائما في المكازا، يعني كيبان راجل ولا ولد معقول. دابا كيدير راسو كيهضر معايا ربما مع شي حد كيقول له زعما راه غادي نشري غادي ندير. السيدة كتزيد الثقة لأن كتشوفو حتى الابتسامة على المحية ديالها، يعني كيسولها. والسيدة مسكينة خصها تبيع، كتزين السلعة ديالها، لأن هذا دائما بين البائع والشاري. ويمكن كان باغي يشري شي فولارة للوالدة أو لشي حد من العائلة ديالو. ده كله تمويه، ده كله تمويه. لكن العملية المهمة اللي في هذا الفيديو اللي بغينا نوريكم هو كيطل، يعني كيخلي سيدك الدور كيبدأ يطل. شوف كيتبت يزيد كيزيد يتبت السيدة. يعني هاد السيد ما تختاره غير هو، لابس مزيان محسن مزيان، السيدة مسكينة مني باقا كتبين في الحوايج ضاربة معاها تمارة. مازال كتبين له السيدة. كما كتلاحظوا السيدة يعني دارت اللي عليها مسكينة، كتبين السلعة ديالها كاملة. هي مشات يمكن قالها تجيب له شي حاجة، مشات باش توري شي حاجة. هو كيلتفت كيشوفها فين وصلات. ها هو هز التليفون راه دارو في جيب اللور. هو قال لها خصو يقلب كيفاش يهرب منها، التليفون راه كيبان لكم في الجيب ديالو. باقي كذا وكيقادو مزيان باش ما يبانش. هو خر السيده كتوريه، السيده مازال كتوريه. هو كيرصي التليفون وزعما دري كيبان لك نقي معقول. كيشوف الساحة كي دايرة. هو كيزيد كيطمن السيدة، كيزيد يطمعها. السيدة مسكينة على نيتها كتوريه، كيرصي في التليفون اللي ربما كيخافو يبان. كيشوف الطريق كي دايرة. السيدة دخلت، ها هو السيد، ها هو اطلق سرقة يهيل الريح وعلق. ها هو ادى التليفون علق. شوفوا غير الجرية ديالو، عامل الجرية ديالو باين لكم السيد كي داير. اذا لجميع المشاهدين كنطلبوا الاحتراس خاصة بيعة وشراية، ردوا البال مع هاد النماذج ديال هاد البشر. كيدخل لك نقي لابس مزيان محسن مزيان كيهضر مزيان، وفي الاخر كيطلع شفار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.